جعنا هنا لنوصل الرسالة، جعنا هنا لنبلغ رسالة بأن هيبة الشعب قبل هيبة الدولة. هيبة الشعب، هيبة الشعب قبل هيبة الدولة. وأي دولة؟ عن أي دولة يتحدثون؟ دولة بن علي، دولة الفساد، دولة القمع، دولة القهر، دولة الاغتيال. الشعب فوق الجميع. جئنا هنا لنبلغ هذه الرسالة. جئنا هنا لنبلغ بأن الشعب التونسي عمل ثورة، ما عملش نزهة، عمل ثورة، والثورة ستحاسب، ستحاسب، الثورة ستحاسب. وشم الغاز ماهوش هذه ثورة قلبت نظام ولن تختزلوها في 7 نوفمبر آخر. ماهوش تغيير، هذه ثورة أكبر من تغييركم، ونحن أولاد الثورة وأنتم أولاد التغيير. هذه ثورة معبدة بالدماء. باش نقول نوجه رسالة إلى بقايا وفضلات بن علي اللي رموا رواحهم في محمد الخامس، اللي لموا رواحهم في محمد الخامس، بأن الثورة التونسية، الثورة التونسية لن تغفر لهم ولن يترشحوا إلى أي منصب، لن يترشحوا إلى أي منصب. نحن هنا أيضا، نحن هنا أيضا لنقول، نقول لبعض العائلات، بعض العائلات التي أسرت في وقت بن علي، بعض العائلات اللي خذوا الصفقات وخذوا المشاريع وخذوا العقارات بدون وجه قانوني، بدون وجه شرعي، واللي اليوم يحركوا في الخيوط، يحركوا في الخيوط من وراء الستار. أصحاب المال الفاسد، أصحاب المال القذر اللي عاينوا وزير الداخلية، هذا وزير الداخلية اللي سايب البوليسية على شباب تونس، واللي لفقوا المحاضر ضد أطفال شباب تونس. هذا موظف صغير، موظف تجمعي دستوري صغير، كان موظف وزارة الداخلية، جابوه باش يتستر على عصابة المجرمين والقناصة اللي مازالوا موجودين في وزارة الداخلية وفي إدارة الأمن. نحن هنا لنقول بأن الشعب هو الذي سيقرر، وبأن الشعب التونسي اللي قدرتوا به، اللي قدرتوا به في 56 وقمعتوه واضطهدوه وفكتوا له حريته، واللي قدرتوا به في 87 وكذبتوا عليه وافتكتوا له حريته وقمعتوه وسجلتوه، اليوم راهو الشعب عمل ثوره وفايق ولن يستكين ولن يرتخي ولن يتراجع. يا شعب تور تور على بقايا الديكتاتور.
القضاء في تونس في أغلبه في أغلب القضاء مازال يعتمر بالبوليس السياسي. البوليس السياسي اللي وقت اللي أعلن وزير الداخلية السابق قال واش نحيه، البوليس السياسي هو اللي نحى وزير الداخلية السابق، البوليس السياسي هو اللي تحكم بالقضاء، البوليس السياسي مازال موجود في الداخلية، البوليس السياسي مازال تتحرك فيه، يدور معانا هاو يحركوا فيه بعض الأيدي بعض الأسماء. عندنا احنا تو احنا اليوم جايين البوليس السياسي عندنا برجة حديد، عندنا برجة حديد يحكوا عليه. قضاء بن علي وقضاة بن علي المسخين والمرتشين واللي يخدموا بالتعليمات أغلبهم مازالوا موجودين في منصبهم، والشكايات بالقناصة وبالقتلة وبالفاسدين رافضين أنهم ينظروا فيها، لأنهم هم بيدهم متورطين، لأنهم هم بيدهم متورطين. ونحن هنا لنطالب بقضاء سيد، قضاء مستقل، قضاء يقيم العدالة، قضاء يحاسب القتلة.